بيان عاجل وهام من الرئيس السيسي عن سد النهضة، خبر مهم بننشر لحضراتكم التفاصيل، وبيان هام من السودان عن اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة، وتعليق مصري عاجل على طرد تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية، وبيان ناري من علي جمعة مفتي مصر السابق ويعلق هذا هو قلة أدب مع الله. بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية نحب نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيانها من السودان عن اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة. الحكومة السودانية عبرت عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة خلال هذا الشهر. والمتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة قال في تصريح صحفي إن مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان وموافقته على عقد هذه الجلسة يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق قد بعثت برسالة رئيس مجلس الأمن في 22 يوليو الماضي، طلبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي. كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة ده دون التوصل لاتفاق نهائي. ودعت رسالة وزيرة الخارجية بمجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لبدء إثيوبيا في الملء الأحادي لسد النهضة للمرة الثانية. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان عاجل وهام من الرئيس السيسي عن سد النهضة، خبر مهم بننشره لحضراتكم. والرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أكد إن مصر بتسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية. في مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية على قناتها على اليوتيوب، الرئيس السيسي قال مع ضيوفه بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية إن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين. وأضاف أن مصر بتسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية. أشار أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزءا بسيطا في مناورة قادر 2021. المصدر معنا كان من RT، ويعني ان شاء الله انا واثق ان سد النهضة هينضرب، او الاتفاق الثلاثي على ادارة وملء وتشغيل سد النهضة، وانا استبعد هذا الامر، لكن ان شاء الله انا عندي يعني ثقة كبيرة جدا سد النهضة باذن الله هينضرب. وانا بقول لك باذن الله سد النهضة هينضرب، وده مش كلامي ولكن ده اللي بيحصل على أرض الواقع. ولو فكرنا وحللنا اللي بيحصل دلوقتي على أرض الواقع هنلاقي إن سد النهضة بإذن الله هيتضرب. ننتقل لخبر آخر معانا مهم، وتعليق مصري عاجل على طرد تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد إن منع تركيا للهاربين والإخوان المسلمين من الظهور الإعلامي يمثل خطوة إيجابية من قبل تركيا نحو تطبيع العلاقات مع مصر. وفي تصريح لقناة القاهرة والناس
الوزير سامح شكري قال إن العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية. أضاف إن قرار منع الهاربين والإخوان المسلمين من الظهور على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سياسة تتسق مع قواعد القانون الدولي، وهي خطوة إذا استقرت واستمرت ستؤدي لتطبيع العلاقات واستمرار الاتصال على مستويات مختلفة لوضع إطار علاقات واستئنافها. وتابع وقال إن عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وتركيا سيكون لها أساس لمجريات ليبيا أو ما يحدث الآن في ليبيا، إذا أن الشأن الليبي له تأثير على الأمن القومي المصري وله أهمية لمصر. المصدر صدى البلد يعني لو لاحظنا أن جماعة الإخوان اللي بتظهر إعلاميا من أنقرة يعني هي عبارة عن مع احترام حضراتكم ورق تواليت أو مناديل تواليت بيتم استخدامه ويتم التحكم فيه، يعني اتكلم دلوقتي أقف دلوقتي، هم عبارة عن خائنين وجواسيس. الخائن ده معناه ان دولة بتستخدم الخائن ده اللي طالع من الدولة بتاعته ضد الدولة بتاعته، يعني مثلا اتكلم دلوقتي ما تتكلمش دلوقتي، هاجم مصر ما تهاجمش مصر، يعني ده المعنى الحقيقي للخائن. المصدر معانا كان من صدى البلد، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا، وبيان ناري من مفتي مصر السابق ويعلق هذا هو قلة الأدب مع الله. بننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. واعتبر مفتي مصر السابق علي جمعة إن المنتحر بيرمي نفسه في وجه ربنا وإن هذا لا يصح، لافتا إلى أن المنتحر ليس بكافر. وخلال لقاء ببرنامج من مصر قال علي جمعة الانتحار مش بس حرام أو غلط ولكنه عيب وبيعمل حاجة فيها قلة أدب مع الله. وأشار علي جمعة أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء. وضح أنه عند وقوع ابتلاء يقع بعض الأفراد في ذنب الانتحار، وأن المنتحر ليس بكافر وإنما يعد حراما، وصاحبه ارتكب ذنبا كبيرا سيعاقب عليه عند الله. بالإضافة إلى ما سبق استشهد مفتي مصر السابق بموقف الشيخ البغدادي الذي أتى إليه شارب الخمر يريد منه نصف ريال، وبالفعل أخذ المال من الشيخ وذهب ليحتسي الخمر، ولكن كانت المفاجأة عند إصابته بالقيء المستمر بعد شرب الخمر، لذا ذهب إلى الشيخ ليقول له إنه لن يتناول الخمر مرة أخرى وأنه سيلتزم بالتعاليم الإسلامية لأنه ذاق المال الحلال. ومات هذا الرجل بعد عدة أشهر وعليه علامات حسن الخاتمة. لذا يجب التدبر في التعامل مع المواقف في حياتنا حتى نعمل صالحا أو نتجنب ذنبا، مؤكدا أن الدنيا ليست دار الراحة والسعادة وإنما هي دار الاختبار والابتلاء. المصدر معنا كان من CBC، يعني أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا كلام جميل جدا من مفتي مصر السابق علي جمعة، ربنا يحفظه، وتأكيده على إن المنتحر ليس بكافر وإنما عمل ذنب كبير جدا، وربنا يسترها علينا كلنا. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون يعني خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم، يعني جمعت لكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.